نعم أحمد، استقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي العقيد ساديو كامارا سفير روسيا في مالي السيد إيغور أناتوفيليتش كروميرو مساء أمس. وقال الدبلوماسي الروسي لدى مغادرته الجلسة إنه حضر لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الوزير المالي، وكان عليه أيضا دعوة الوزير كامارا للمشاركة في مؤتمر وصفه السفير بالمهم جدا كان سينظم في روسيا قريبا حول الأمن. ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه الشعب المالي بالمزيد من التعاون بين البلدين في ظل رفض ما يصفونه بالهيمنة الفرنسية.